حفل خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العالمية، والمرأة الجزائرية يقول على قناة روتانا موسيقى: كل عام، والمرأة العاملة معي بقسم نشرة الأخبار روتانا موسيقى: كل عام وهن بخير، وكل عام المرأة العربية والعالمية بخير. فيس الأغنية العربية عاصي الحلاني حاضر في الجزائر في إطار الحفل الأول بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف، والثاني حفل خاص بالشيراتون. تفاصيل في هذا الروبورتاج. العربية عاصي الحلاني، مساء الخير، مرحبا بك معنا على نشرة آخر أخبار قناة روتانا موسيقى. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك سعد مساك. نورتنا بحضورك بالجزائر، وخاصة في هذا الحفل الجميل الذي يدخل يصادف العيد العالمي للمرأة، بالخصوص المرأة العربية والمرأة الجزائرية. أحكينا أكثر على مشاركتك في الحفلتين بالجزائر. بالنسبة لي يعني موضوع عيد المرأة أنا بيعنيني كتير، لأنه أنا بعتبر المرأة جزء أساسي بحياة الإنسان، وهي طبعا نصف الآخر للرجل. وبطبيعة الحال أنا بدي وجه تحية كبيرة للمرأة العربية بشكل خاص، لأنه أنا بعتبر المرأة العربية هي المرأة المناضلة والمرأة الصبورة والمرأة اللي تحملت معاناة كتير كبيرة، خاصة المرأة الفلسطينية واللبنانية والعراقية. يعني فأنا بعتبر المرأة العربية من النساء اللي عانت وتحملت وصبرت وناضلت وما زالت مستمرة بصبرة. فمن هون بدي أقول أنه بيسعدني وبيشرفني، وخاصة الجزائرية كمان، لأنه المرأة الجزائرية من النساء كمان اللي عانت من بكونك موجود في الجزائر. يعني طبعا طبعا أنا موجود بالجزائر هلأ، وهذا شيء بيسعدني وبيشرفني. المرأة الجزائرية كمان عانت من 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 الاحتلال ومن الاضطهاد، وصبرت وقدمت شهداء. يعني أنا ببلد اليوم بالجزائر، أنا بقول دائما إنه في وحدة حال بين الجزائر ولبنان، لأنه الجزائر عانت من الاحتلال وعانت من ال من ال من 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 من, من الاضطهاد، والحمد لله تحررت أرض الجزائر بفضل شعبها. ودائما كل إنسان بيبقى في عنده إصرار على البقاء بأرضه، لابد لأنه هو يبقى والمحتل يرحل، لأنه بالنهاية هذه الأرض لألنا. دايما أنا قلت مبارح من مؤتمر الصحفي ورا برجع بقولها، دايما أنا بعتبر الفنان هو جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان العادي، من 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 وجزء لا يتجزأ من الوطن. ما فيك اليوم تحكي بالفن وتبعد عن الوطن أو عن الحياة اليومية الإنسانية. فدايما بنتطرق للأمور اللي نحن عم نعيشها بحياتنا العربية اليوم أو بيومياتنا العربية، وما فينا نمرق بالأحاديث الفنية بدون ما نذكر ما يعاني منه شعبنا في العراق وفي فلسطين. فدائما هذه شغلة أنا بعتبرها ضرورية الإنسان يعني يذكرها بحياته وبيومياته، لا تنحس شو عم بيحسوا كمان أهلنا وحبايبنا بفلسطين. نعم، بذكر القادمة في نفس الإطار اليوم العالمي للمرأة العالمية والعربية، بالخصوص الحفلة البارحة بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف كانت مكتظة بالنساء، يعني كنا محظوظين أنا وأنت والفرقة، يعني إلا رجال ما بين كم هائل من النساء يعني. أبدا. الحقيقة كانت حفلة كتير حلوة، وتفاعلوا كتير، يعني كتير تفاعلوا بالحفل مبارح، وكنت سعيد فيهم بلقائي معهم. وانا يعني مثل ما انت بتعرف انه انا مش اول مره بزور الجزائر، انا لعدة مرات حتى من
يعني من حوالي 12 سنة يمكن أو 10 سنين، كمان كان لي زيارات عديدة، وبأثناء كمان الحرب اللبنانية اللي أو ما بعد الحرب رجعنا جينا لهون بدعوة من وزارة الثقافة، وقمنا باحتفالات كانت مخصصة لدعم بعود رايعة لأبناء الشهداء بلبنان وللناس المحتاجين بلبنان. فأنا زياراتي مستمرة على الجزائر، والجزائر من البلاد العربية اللي أنا الحقيقة بفتخر فيها وبفتخر بمواقفها المشرفة. العالمية العربية والجزائرية بالخصوص، كلمنا أكثر شي عاصي في أقاويل كثيرة، يعني احنا حبينا يعني نوضحوا الأمور على قناة روتانا موسيقى ونشرة آخر الأخبار. يقول يقابلنا في مشكل بين عاصي وروتانا، يعني ممكن يعني نوضح الأمور؟ الأقاويل يعني مثل ما قلت أنت، أقاويل في أقاويل كثيرة، ولكن في بيني وبين روتانا لا بتربطني مودة وعلاقة وصداقة ومحبة بروتانا، وما في أي خلاف. يمكن هو السبب لأنه ما تجدد عقدي مع روتانا، وأنا سبب قلت أنه في بعض الأحيان بيصير في اختلاف بوجهات النظر لبنود معينة بعقد معين، ما قدرنا توصلنا نتيجة فيها، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أحلى يعني. فما في يقول أنه في خلاف، وما في يقول في نزاع ولا زعل، لأنه أنا عقدي انتهى وما اتفقنا على بنود عقد جديدة. بتأمل بالأيام الجاية نتفق، اتفقنا بعتبر أنا خير. آخر أخبار فارس، الأغنية العربية يومك، أغنية لكلمات نزار فرانسيس عن قريب سوف تسجل في ألبومه الجديد، وكذلك بالعربية الفصحى للشاعر المرأة نزار قباني، البحرية هي قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى من ألحان وأداء عاصي الحلاج.